شغلنا شغف. يبقى اتفقنا ان المناعه العامه او غير المتخصصه اربع اشياء حواجز. وش اتفقنا عليه يا حبيبي؟ ما تضيعش في وقتنا. الدفاع الخلوي اخر اسبوع خل جدول رقم 3 حاجه اسمها الانترفيرن. رقم 4 اللي هي بنسميها الاستجابه الالتهابيه. عطبها يا اخي. اول حاجه عندي، اول حاجز عندي اسمه، او اول حاجه في المناعه الغير متخصصه اسمها الحواجز. الحواجز مقسمه لقسمين. الجلد طبعا، الجلد ده اسمه بدي قشب شو اسمه اكرس الاستاذ وقشب وصوب شاهي روح روح ولا احرق المياو. لا 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 اسمع الطلاب صوت الشاي واشرب كذا ها روح روح. يسبب مرض عن طريق الله الله صوص. فانت تلاقي يسويها ذا ايش تتوقع ممكن؟ تمام. البكتيريا دي وظيفتها والله بننقفط يا عيال، والله بننقفط. لا 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 تسوي تسوي يا ابوي تنقفط والله بننقفط. وفر عنك يا ابوي. الله يا اخي صوتي والله الاحفظه دي. البكتيريا دي يا شباب بتفرز افرازات صوت واحد يصفر زي طبقه زي اي والله جلدك على جلدك كده تحس اللي هو زي ما يكون عليه طبقه زيتيه. تمام. مش ما تلقى احد بينتبه يا عبود نيني منك ومن ناحيه انه بيحسبون الاستاذ نفسه قبل لا يطلع صب شاي الجلد من دخول البكتيريا او يا رجال هم مبسوطين ترى ما حد مع العجيز عجيز طفشان منه يا رجال. اسمع اسمع بعدين بتبين بعدين اكرش واشرب الشاي فهمت نكمل روح على الجلد. شوف الحين الحين مهمه جدا للانسان. وش بتسوي وش بتسوي؟ عندي بعد كده يا شباب في حاجه اسمها الحواجز الكيميائيه. الحواجز الكيميائيه فلها فلها ابو زلك اربع اقسام. لا تسوي شيء تسوي شيء. في عندي اللعاب. اللعاب ده ممكن يحميني من نعم لما بيحصل اللي هو دخول بكتيريا او اي شيء بندر او كده. عز موجود ذكرشه راح اقول لك. الا انت كرشه الموضوع اللي انت بتعمله. انا قاعد العب والله. انا قاعد العب او السعال او كده اللي انت تطرده عن طريق الفم عن طريق الانف. ده انت كده بتطرد مسببات يا فهد. انت عندك اللعاب الافرازات الانفيه اللي هو المخاط يا فهد. ايضا الدموع وحمض الهدف والاتشيك او الاتش سي ال اللي هو الموجود في المعده. ما هي في الجن موجود سند عمليه الهضم وكده. هو ايضا يساعد في قتل مسببات الامراض الموجوده في المعده. يبقى كل دي بنسميها حواجز كيميائيه. يبقى انا عندي اربع انواع من الحواجز الكيميائيه. ما ادري نوع الافرازات الانفيه والمخاطيه وحمض الهيدروكلوريك والاتش سي ال. لا ما ادري معايا رجاله. دقيقه انا فقدت كرشتك في راسه ولا بندر بندر ايه يا بندر كرسني صح بندر الاثنين هذيك نديك عبود موجود يا استاذ لديان. طيب رقم 2 رقم 2 الخلوي. صفحة كم يا استاذ؟ ما قلت لنا الصفحة. نعم ما قلت لنا الصفحة يا استاذ. غير هوي انا بشرح بقالي نص ساعة ايه قاعد تشرح يا استاذ ما قلت الصفحة يعني. طيب انت ما خدتش بالك الموضوع بيتكلم عن ايه؟ ما خدتش بالك احنا وقفنا فين؟ اي طيب حاجه يا استاذ يعني انت يعني ده ما بيشتغلش خالص. ما ينفعش اقعد كده ايه من غير ما اسال واعرف واوصل واتواصل ولا زي الابتدائي صفحه كذا واكتب بايدك اليمين والخط لوسيون لوسيون يا اخي ده زمه بس والله العنكب قالش يا بالزمه بس
يا ذا لوسي ولا انا وين كلهم اخذ انت بلا صوتي الله يقوى بيش كعبود ست عطو يوت لا صح